عني في أسلوب بناء دولته وكيف قادها في ظرف سياسي حرج ميزه زخم إقليمي ودولي لم يكن أقل توتراً وغلياناً من الذي نعيش تبعاته في الوقت الراهن. تميز التعاطي المشمول برحمة الله الشيخ زايد قيد حياته وحكمه المديد مع العديد من العواصف والأزمات بحكمة السليقة وصفاء الذهن جلب عليهما مزايا حقيقية جعلته يزن القضايا بميزان الحق والإنصاف. كانت هذه الندوة حول شخصية القيادية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كقائد متبصر مبرمجة في موسم أصيل الثقافي منذ سنتين، فكانت الجائحة وأجلناها إلى اليوم. نحن نسعى أولا لتثبيت قواعد العلاقات المتميزة القوية القائمة بين قائدينا، بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ابن الشيخ زايد، وكذلك بين بلدين، بين الشعبين الشقيقين. مثل هذه الندوات توضح كثيرا من الطرق فيما يتعلق بمستقبل العلاقات. ثانيا، أنا أعتقد أن الشيخ زايد دراسيا أكاديميا ومعرفيا قام يجب أن يعرفها كل عربي، لأنه كان رجلا حكيما متبصرا، وكانت له قدرة كبيرة على توظيف قدرته وقوته الناعمة، وليس العنف وليس القوة المتعارف عليها. فالشيخ زايد كان رجل له رؤية وأسس نواة ما يعرف بالاتحاد، وهو الإمارات العربية المتحدة. كان أمله أن يتسع ذلك إلى دول أخرى في المنطقة، لم يتحقق ذلك لعدة اعتبارات. منتدى أصيلة كمنصة عالمية الحقيقة للريادة الثقافية بين مختلف الثقافات. اليوم نحن نتحدث عن الشيخ زايد القائد المتبصر، وخلال هذه الأيام مرت مناسبتين. المناسبة الأولى خاصة باحتفاء المملكة المغربية الشقيقة بالمسيرة الخضراء المباركة التي رسخت وحدة التراب الوطني المغربي، والتي في حينها وجدت مباركة من الشيخ زايد رحمه الله تعالى، وتجسدت تلك المباركة بمشاركة ابن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله في تلك المسيرة المباركة التي ستبقى حية في الذاكرة الوطنية لكل مغربي على مدى التاريخ. هذه المناسبة تأتي الحقيقة ثمار من ثمار هذه العلاقة، تجسد أول شيء احتضان المغرب للعديد من مبادرات الشيخ زايد، وتقدير المغرب للشيخ زايد رحمه الله تعالى من خلال إقامة هذه الندوة، ويكفي فيها أن الشيخ زايد القائد المتبصر، فهي تجسد تقدير المغرب قيادة وشعبا للشيخ زايد رحمه الله تعالى. هذا المهرجان تحت رعاية كريمة من جلالة الملك محمد السادس. وجود هذه الندوة من ضمن هذا المهرجان يمثل رسالة مغربية تتعلق بالشيخ زايد للإمارات وللعالم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.